السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهلا مرحبا فيكم مشاهدينا في برنامجكم الأسبوعي في التسعين، يتجدد لقاء بكم لطرح أهم القضايا المتعلقة بالكرة البحرينية، لنضع النقاط على الحروف ونطرح الحلول الممكنة. قبل ما ندخل في تفاصيل حلقة اليوم، رحب بضيوفي في هذه الحلقة زميل الإعلامي عبد الله بنوهل، وأيضا محلل قناة بحرين الرياضية الكابتن عبد الرحمن المالكي. أهلا مرحبا. يا مرحبا، أهلا وسهلا. إذن مشاهدينا، المنافسة مستمرة بين أصحاب المقدمة على خطف لقب دورينا لهذا الموسم بين المحرق والنجمة ومن خلفهم الملشية، في حين هناك فرق تصارع من أجل البقاء بين الكبار وسط مستويات متدنية. الزميل علي رحمة ولمحة سريعة على الجولة 11. انتهت مواجهة الجولة 11 من دورينا بسيطرة المحرق على صدارة الترتيب وخلفه النجمة الذي لا يكف عن ملاحقته. مباريات الجولة بدأت بفوز النجمة على جاره الأهلي في لقاء مليء بالإثارة، حيث تمكن النجمة من قلب نتيجة المباراة بعد أن كان متأخرا بهدفين في الشوط الأول، يعود في الشوط الثاني ويكسب اللقاء بفضل هدف علي مدن القاتل. وفي المباراة الثانية خيام التعادل الإيجابي على المواجهة التي جمعت بين المنامة والرفاع الشرقي بهدف لمثله بعد أن تقدم الرفاع الشرقي في الشوط الأول، إلا أن المنامة عادل النتيجة في آخر لحظات المباراة. أما في اليوم الثاني فقد تمكن فريق الملشية من تجاوز الاتحاد بثلاث أهداف مقابل هدفين رغم استقبال شباكه لأسرع هدف في الدوري لهذا الموسم، إلا أن فارس الغربية كان له رأي آخر وبذلك يستمر في ملاحقته للنجمة ويترك الاتحاد في قاع الترتيب. وفي آخر مباريات الجولة 11 واصل المحرق تقديم عروضه القوية في دورينا، وذلك بعد أن دك شباك الرفاع بثلاثية نظيفة ليؤكد علو كعبه على الجميع ويحافظ على فارق الخمس نقاط عن أقرب ملاحقيه فريق النجمة. هذا وما زالت المنافسة مشتعلة على لقب الدوري، خصوصا وأن الفارق ليس بكبير بين المحرق والنجمة والمالشية، لتبقى جميع الاحتمالات واردة فيما تبقى من مباريات هذا الموسم. إذن كانت هذه لمحة سريعة على الجولة 11 من دوري NBB. أبتدي معك أبو حمد، نتكلم عن ما حدث في هذه الجولة. يعني المحرق نكرر بأنه هو الأفضل بكل المقاييس، أنهى القمة بثلاثية، يعني أثبت علو كعبه أمام الفرق الكبير وأيضا الفرق المتواضع في هذا الموسم. شوف أخوي عيسى، إحنا من بداية حلقتنا هذا الموسم أكدنا بأن المحرق هذا الموسم غير عن المواسم السابقة، وأكدنا بما يميز محرق عن باقي الفرق اللي هو لاعبينه المحليين تفوقوا على اللاعبين المحترفين اللي جلبهم فريق المحرق أو حتى الفرق الأخرى. اليوم لو تحدثنا عن محرق، يعني أعتقد أنه استطاع المحافظة على الصدارة بكل جدارة واستحقاق، وأعتقدنا بشهادة الجميع هذا الكلام، يعني ما في خلاف. أعتقد المدرب سلمان شريدة له دور كبير في العمل اللي صار، أعتقد مجلس إدارة نادي المحرق أيضا له دور في النظام اللي قاعدين نشوفه داخل وخارج الملعب. أعتقد اليوم إذا بنتكلم عن محرق فأعتقد أن محرق عاد إلى يعني سابق عهده، وهذا ما نتمناه حق فريق كبير مثل نادي المحرق. أيضا لو بنتحدث عن فريق النجمة اللي هو يعني في المركز الثاني، نشوف نادي النجمة هذا الموسم بصراحة يعني يرفع على القبعة، استقرار فني، استقرار إداري، اختيار المحترفين اختيار موفق، جهاز فني يعمل بصراحة. الأخ علي عاشور يعني لكل التحية والتقدير قاعد يعني يقدم كرة، كذلك حمد سلمان كجهاز إداري وجميع اللي في الجهاز الإداري لهم بصمتهم. كذلك لو بنتكلم حتى على فريق المالكية، ككون فريق المالكية اليوم لما يكون في هذا المركز والثالث ويحافظ على هذا المركز أعتقد يعتبر إنجاز لفريق المالكية. ليش يعتبر إنجاز؟ لأن خاصة الفريق اللي ما عنده الإمكانيات المادية ويطلع لك موسم وياخذ دوري من الصعب جدا انه يحافظ على مكانه، ولكن برغم كل الظروف اللي يعاني منها نادي الملكيه الا انه هو بعد في المركز الثالث وبعد باقي على يعني بريقه السابق، صح. فما نعتقد انه هو لازال في المقدمه، ما نعتقد انه هو تاخر عن باقي الفرق. الشباب باختصار شديد، فريق الشباب فريق مجتهد متطور، فريق الشباب اذا ما يخسر
إذا يعني قصدي ما يفوز أهم شيء ما يخسر عنده. وأعتقد هذه السياسة أعتقد سياسة واقعية وتناسب فريق الشباب. نعم قياساً على نتائج الفريق. نتكلم عن ممكن رومنتادا نجماوية في هذه الجولة من 2-0 يرجع 3-2. شو اللي اختلف برأيك في معطيات الشوط الثاني قياساً بالشوط الأول؟ طبعاً هو بدل المباراة بطريقتين مختلفتين. طبعاً هو تفاجأ من الضغط اللي عمله فريق الأهلي الضغط العالي الهاي بريس. تفاجأ منه واللاعبين اللي أشدنا فيهم في المباراة اللي سبقت مباراتهم مع الأهلي هم للأسف اللي كان مستواهم مهتز في الشوط الأول وكان على رأسهم سيد شبر كان مهتز تماما في الشوط الأول وكان هو عامل مشترك في الهدفين اللي دخلوا مرمى وفارق خلينا نقول وعدم التنسيق بينه وبين أحمد عبد الله في الهدف الثاني ولكن الشوط الثاني قدر أنه يغير من تمركز اللاعبين داخل الملعب قدر أن يغير من التوظيف والتكتيك الخططي داخل الملعب وهذه اللي أتى بثماره. طبعا شفنا أكثر من علامة بارزة في الشوط الثاني حق فريق النجمة. شفنا علي مدن تحرر بعد ما أعطيت له المساحة وأعطيت له الحركة الحرية في الحركة خلف المهاجم. عبد العزيز خالد أنا أعتقد ثبت أقدامه بسرعة وقدر خلينا نقول ينخرط في المجموعة. واضح أن هذه عطفاً على مستويات اللي قدمها مع منتخب الشباب السابق فهذه المفروض أنها تكون بادرة أو بشرة خير للمنتخب وللفريق. شغلة وايد مهمة تتأخر اثنين خصوصاً أنت قاعد تلعب مباراة بحجم ديربي خلينا نقول ما بين الفريقين تتأخر اثنين وترجع في النتيجة هذه كلها يزيد من خبراتك ويصقل شخصيتك أنت كفريق أكيد. خصوصاً أن أنت الموسم السابق كنت تنافس على الهبوط استقرارك اللي ذكره عبدالله الاستقرار الفني والإداري والرهان اللي راهنه حمد سلمان بالذات حمد سلمان تحمل ترى جزء كبير من صخب جمهور النجمة في الموسم الفائت من خلال إصراره على الإبقاء على علي عاشور أعتقد قاعد يأتي أكله ويأتي بثماره أكيد. في هذا الموسم حتى وإن كان النجمة خلينا نقول في المباريات اللاحقة ما ظهر بالأداء ولكن قدر يكون هوية وقدر يكون شخصية ممكن تكون لها بادرة خير في خلال المواسم الجاية. محمد يمكن يعني نتكلم عن الحد يعاني هذا الموسم حال الأهلي ذكرت ممكن في بداية الحلقات بأنه الوضع طبيعي بالنسبة لهم لكن اليوم الوضع مو طبيعي. لا بالعكس شوف احنا لو جينا فريق الاهلي يعني شفنا المباراه واعتقد ان فريق الاهلي كان يستحق لا وكان يستحق على اقل تقدير هو تعادل المباراه السابقه فالاهلي يعني لو كان فايز المباراه يعني الماضيه او متعادل كان 9 نقاط كان وصل ترى للمركز السابع والثامن يعني تقريبا غريب شوي اي كان تقدم عارف شلون وشفنا الاهلي اليوم انه ما عنده مشكله بالفعل كان هناك نادي الاهلي يعاني من بعض النقص في بعض المراكز واعتقد انه هو نجح بكل اقتدار في جلب اللاعبين المناسبين للدور الثاني وهذا اللي قلناه في السابق وما زلت اقول لك ان الاهلي ما راح ينزل انا راهنت في البدايات انه ما راح يكون من الفرق اللي راح تنزل الاهلي فريق الحد انا اعتقد توفقوا الفتره الاخيره بالمحترفين عقب عوده دايو يعني شفنا بصراحه اعطى الفريق يعني رونق ثاني لو بادين الحد بنفس المحترفين اليوم في القسم الثاني انا اعتقد الحد كان وضعه راح يكون مختلف جدا على الفريق جدا جدا ما في فريق ينقص لاعبين ما يأثر عليه نعم. مستحيل يعني لاعبين بيأثر عليه ولكن بعد كان الحد المفروض يطلع بعد بصورة أفضل نوعا ما ولكن الآن أعتقد أن الحد بدأ يمشي بخطوات ثابتة هو وفريق المنامه لو لاحظنا أن كانوا موجود عندهم مجموعة من اللاعبين والمنامه أيضا كان عندهم أفرتون كان عندهم تياغو يعني اللاعبين اللي يصنعون الفارق وهذه وكذلك الحد نفس الشيء فهذه طبيعي تحصل تذبذب بالمنامه بعد لو تكلمنا عنهم راح نشوف شنو راح نشوف إن ما شفناهم بتشكيلة ثابتة يا إيقافات يا جلب محترفين يا تبديل محترفين فهذا أعتقد العمل جدا وقف في يعني وجه هذه الناديين اللي هو المنامه والحد لحد الان ما قدموا لنا اللي يعني ممكن يقدمون لنا اللي كنا نتمناه اكيد خلينا ننتقل ممكن حق يعني مو فريق مؤخر الترتيب زميل عادل حسن اجرى لقاء مع مدرب الفريق اسمه اعيل كرامي بعد المباراه امام المالكيه خلونا نتابع شو اللي قاله كرامي ولنا عوده طبعا يعني انت تلعب على امكانياتك الامكانيات الموجوده عندك يعني يمكن في فرق بين نادي الاتحاد والانديه الباقيه فالمحترف يحتاج الى مبالغ اكثر حتى اللاعب المحلي يحتاج الى مبالغ اكثر ف
فحتى الأرضية الملعب إحنا الفريق الوحيد اللي نتمرن على أرضية صناعية، يعني نلعب على ملعب صناعي إحنا، فحتى المحترف ولا اللاعب المحلي ما بيك على ملعب الصناعي لا. فالأمور شوية حتى في إحنا قاعدين نحاني صعوبة في الجانب. الجماهير الاتحادية بدأت تخاوف من نقدر نقول الهبوط؟ والله لا الحين لا، النتائج متقاربة، فالنتائج يعني صوب بعض، فالماتشي هو فريق بطل بالنهاية، فالمباريات موجودة، باقي 7 مباريات، احنا مشيت حيلنا والباقي على رب العالمين. يعني أمور مهمة تطرق لها الكابتن إسماعيل، ممكن أبو عبد العزيز نتكلم عن يعني هل من المعقول اليوم فريق في الدوري الدرجة الأولى ما عنده حتى ملعب حشيش طبيعي يلعب عليه وأنت كافؤ الفرص بين الأندية نتكلم؟ طبعا هذا كلام كان يجف الحبر من خلال الخوض فيه. إحنا حين في 2018 وأنا أعتقد هذا النداء كان موجود من التسعينات أو من تأسس الكرة، تطوير أي قطاع بالدرجة الأولى يهتم فيه تطوير البنية التحتية لهذا القطاع. صحيح. فإذا إحنا ودنا ننافس حق حلم تأهل لكأس العالم يجب أول شيء التطوير من الداخل، قبل لا يكون تطوير المنتخب لازم يجب تطوير البنية التحتية للأندية وتطوير الأندية، لأن الأندية هي الرافد الأساسي للمنتخب. أكيد. فما راح نبتدي أي عمل من القمة، لازم تبتدي من الأرضية من خلال تهيئة كل الظروف والعوامل اللازمة لتحقيق أي هدف. محمد، هل لأن فريق الاتحاد فريق مغمور وما عنده سياسة اللي يتبعونها بعض الأندية من خلال يعني تقديم الباقات إلى آخره من هذه الأمور اللي خلت اليوم فريق الاتحاد حتى ملعب طبيعي ما عنده؟ شوف، فريق الاتحاد يعني يمتلك من أفضل إدارات على فكرة في البحرين، استطاعت تسوي استثمار في وقت بعض الأندية الكبيرة لا تمتلك الاستثمار. هذا يحسب حق مجلس أكيد. إدارة الاتحاد. ولكن زين، ولكن احنا خلينا نتكلم عن التصريح اللي قاله اسماعيل اللي هو يخص الملعب. شوف، لو واحد قايل الكلام غير اسماعيل وفريقه ما قاعد يقدم كان انا اقول لك يمكن انه هذا تسوق كمبررات للخسائر، ولكن من يرى اليوم فريق الاتحاد يلعب بصراحه فريق الاتحاد ابهر الجميع، من افضل الفرق في البحرين لعبتك من ناحيه التكتيك، باين واضح عمل المدرب على الفريق، وان المدرب اسماعيل كرامي قاعد يعوض كل النقص اللي ذكره سواء كان قله الموازنه الماليه او سواء عدم وجود الملعب الصالح للعب اللي هو الحشيش الطبيعي. فاعتقد اسماعيل قاعد يسوي مجهود جبار، وانا يعني انصح اداره فريق الاتحاد الاستمرار والمحافظه على هذا المدرب لعده مواسم، كما نطالب وزاره الشباب والرياضه من خلال هذا البرنامج في التسعين بتوفير ملعب عشبي لفريق الاتحاد، لان هذه فريق الاتحاد ومنطقه يعني اللي سميناها منطقه اللي صوب منطقه عذار عذاري هذه فيها خامات من يوم احنا كنا صغار نعرف من على يوم المدرب حمدي اذا احنا سمعنا مسي عليه بالخير، يعني احنا عشنا يعني يوم احنا كنا في الفئات العمريه يعني يوم كنا نلعب اشبال كنا نعرف شنو نادي الاتحاد وشنو من يمتلك، والله يذكر عيال امان بالخير واحنا نتذكرهم كلهم. فاحنا نطالب عبر برنامجكم عيسى بوزاره الشباب والرياضه بتوفير ملعب طبيعي أسوة بباقي الانديه أكيد. لفريق الاتحاد اكيد، وهذه حق يعني لجميع الانديه. خلينا ننتقل، يعني انا ودي اتكلم شويه عن فريق المالشيه اللي يستعد للمشاركه التاريخيه في البطوله الاسيويه، هذه البطوله يعني المهمة بالنسبة لهذا الفريق فارس الغربي. راح أتكلم أكثر عن استعدادات الفريق والجماهير تحديدا، ويسعدني أن يكون معي عبر الهاتف رئيس رابطة جماهير مالشية محمد بو حميد. مرحبا فيك محمد. محمد تسمعني؟ نعم أستاذي معكم. محمد خلينا نتكلم يعني يكون قريب يعني من الفريق، كلمني على آخر استعدادات نعم فارس الغربي قبل مغادرة لمدينة العين الإماراتية. اولا امسي على الاخوان في البرنامج. يا هلا فيك. اشكرك اخوي ابو عبد الله على رحاله صدرك وحسن تعامل. بالنسبه لنا رابطه بقياده الخال عزيز براشد والاخ حسن بحمد وساره. اغلقنا باب التسجيل من فتره طويله لاكتمال عدد الركاب. وكانت هناك مطالب بفتح باص ثالث. اي نقطة الله يخليكم. اوكي. بالنسبه لاستعداد الرابطه جهزنا كل سبل الراحه لعشاق وجماهير فارس الغربيه في سفرتنا للعين. خلينا نتكلم يعني شكر
تفضل. أحب أقدم شكر لإدارة نادينا على راسهم الوجيه قاسم عبد العال، صراحة ما قصروا معانا، الله يوفقنا إن شاء الله خدمة الوطن الغالي. أكيد نتمنى لكم إحنا كل التوفيق وإن شاء الله ترجعون لنا بنتيجة إيجابية في هذه المشاركة التاريخية. شكرا لك محمد. الله يحفظكم. شكرا لك. خلنا نتطرق شوي ونعقب كابتن الرحمن عن فريق المالشية. فريق المالشية أيضا يستعد لمشاركة تاريخية، أتوقع ضرورة دعم هذا الفريق سواء بتوفير الحفلات، توفير حتى الرحلات لهذا الفريق من أجل المؤازرة. طبعا نفس ما قلت هي مشاركة تاريخية، أول مرة فريق المالشية يمثل المملكة في مشاركة خارجية، خصوصا أنه يتمثل دور تمهيدي في سبيل الوصول إلى أحد البطولات الكبرى في آسيا. نعم. ولكن يجب أن نكون على، خلينا نقول يجب أن نكون صريحين مع أنفسنا. هل الاتحاد أو المؤسسات الحكومية قدمت ما يلزم من دعم لوجستي ومن دعم مادي ومن دعم فني واجتماعي لهذا الفريق، خصوصا أنه هو على أهبة الاستعداد لهذه المشاركة التاريخية؟ يجب أن نكون صادقين مع أنفسنا، ويجب أن يكون في مطالبة شعبية بدعم هذا الفريق، لأن أنا أعتقد أنه هو الفريق الوحيد اللي يمثل المملكة في هذه البطولة في هذه السنة. نعم. الفرق الكبرى غير مشاركة في البطولات الآسيوية، فيجب خصوصا حتى من باب المنطلق المؤسسات من باب المسؤولية الاجتماعية لدعم هذا الفريق، لأن خصوصا هذا الفريق فريق متواضع الإمكانيات. صح. فريق لا يحتكم على إمكانيات مادية تخوله من المشاركة بقوة، خصوصا أنه أول مرة يعيش مرحلة المشاركة في مسابقتين محلية وخارجية، وهذه بحد ذاته مرهق للإمكانيات البشرية اللي عنده. المال اليوم هو اللي يصنع النتيجة ويصنع أيضا الإنجاز. في البداية نهنئ المالكية ونهنئ قرية المالكية بشكل عام قبل يكون النادي على هذا الإنجاز التاريخي الذي يحسب لفريق مجتهد، فريق لا يملك الإمكانيات، لا يملك أي شيء من يعني الأرض الخصبة والصلبة لأنه يصل اليوم نشوف فريق المالكية اللي كان أحد أحلامه يمكن يلاقي فرق أقل بكثير من فريق العين، اليوم راح يواجه فريق العين. فيعني نهنئ أهل المالكية وهم طبعا يستحقون. المال عصب كل حاجة في الحياة أكيد، بالنسبة للنادي أو بالنسبة حتى حق الأفراد حق الأشخاص حق البشر. فما بدون مال ما تقدر تشتغل. نطالب المؤسسات الرياضية المسؤولة على الأندية والمسؤولة على القطاع الشبابي أيضا، ونطالب المؤسسات سواء كان الحكومية أو القطاع الخاص بدعم جميع الأندية المشاركة في البطولات الخارجية، بما أن أي فريق اليوم يمثل مملكة البحرين فهو نعتبره منتخبنا، نعتبره هو ممثلنا، نعتبر هذا الفريق علم البحرين راح يرفع في هذه المناسبة. إذا نطالب بدعم جميع الأندية دون يعني ما نبي بس لأن المالكية صحيح ما يمتلكون، ولكن نبي كل نادي يمثل. صح. البحرين. صح. والآن عندنا المالكية راح إن شاء الله يروحون أول الأندية المقادرة إن شاء الله. نعم. يعني نتمنى لهم التوفيق ونتمنى لهم الدعم من جميع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص. أكيد. مشاهدينا راح أنتقل معكم الآن إلى الحالات التحكيمية وأبرز الحالات التحكيمية اللي شهدتها الجولة الماضية من دورينا، ولكن بعد هذا الفاصل. We'll be right back.
للحديث أكثر عن الحالات التحكيمية اللي جرت في الجولة الحادية عشر من دورينا، يسعدنا أن ينضم معي في الاستديو الحكم الدولي السابق جعفر الخباز، المحلل التحكيمي لبرنامج في التسعين. في البداية نرحب فيك كابتن، وأكيد يعني عندنا بعض الحالات اللي راح نناقشها في حلقة اليوم. أول شيء نتكلم عن مالشية والاتحاد، نتعرف على الطاقم التحكيمي لهذه المباراة. طبعا طاقم التحكيم بس بداية، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الحكم الشاب محمد خالد مع أحمد جابر مساعد أول، مساعد ثاني محمود الديري، نعم، وحكم رابع عبد العزيز الشريدة. نعم. الحالة التحكيمية في هذه المباراة مطالبة بركلة جزاء لصالح فريق الاتحاد، راح نتابعها وأيضا راح يعقب عليها خبيرنا التحكيمي. طبعا هذه الحالة في الدقيقة 47، هناك لعيبة فريق الاتحاد تطالب بخطأ أو تطالب بركلة جزاء. لو نشوف الإعادة، تدخل كان حاضر ويبدو واللاعب مهدي عبد الجبار. طبعا الحالة من الحالات الصعبة جدا في اتخاذ فيها قرار، للأسف تمنيت من الحكم محمد خالد يا ريت كان قرب على خط 18 خمسة ستة ياردة، بيكون داخل منطقة الجزاء وبيشوف اللعبة جدا واضحة بالنسبة له. لو نلاحظ أخوي عيسى، لو نشوف حارس المرمى طبعا ما سعى للكرة، طبعا رجل اليمين طبعا راحت إلى رجل اللاعب ويده في وجه اللاعب. طبعا هي فيها ركلة جزاء وكارت أصفر على حارس المالكية. نعم. بسبب طبعا الحكم ما يعني وقف مكانه، ما حاول أن يأخذ. يعني المفروض يستند على أي قرار من ناحيه ركله الجزاء؟ هل هو يعني الراس يعني ملامسه ولا ثنتين يعني راح الحارس بريل اليمين على رجلين اللاعب. الخطا وين؟ من الريل؟ الخطا من الريل واليد في نفس الحاله. يعني لو نعيدها مره ثانيه راح نشوفها، نعيدها أكيد. لانه يدين الحارس في وجه لاعب نادي الاتحاد، ورجلينه تشوف رجل اليمين راحت على طول على اللاعب. فكان المفترض لو نعيدها من قبل نشوف وين موقف الحكم. وقف وقوف سلبي الحكم. نعم. طبعا ما حاول ياخذ بما انه كان ركله جزاء وبطاقه صفراء في هذا. اي نعم. ننتقل حق المباراه الثانيه النجمة والاهلي، وحاله تحكيميه ممكن يعني لاقت استياء الاهلاويه. اول شيء نتعرف على الطاقم التحكيمي. طبعا الحكم الساعد الشهيد عبد الامير، مساعد اول عبد الله صالح، مساعد ثاني عبد السلام فواز، وحكم رابع علي السماهيجي. نعم. الحالة كانت خطأ وشكوك حول لمسة يد لفريق النجمة، راح نتابعها في هذه الأثناء. محمد فارس يعيدها إلى أحمد عبد الله، عياد ولمسة يد، لمسة يد. راح نشاهد الإعادة. طبعا راح نشاهد لو نتكلم حتى عن الماضية. موقع الحكم الشهيد عبد الأمير يشير الى خطا قريب. يعني لو نرجع عبد الله الى موقع الحكم. نعم. بالنسبه راح نشاهد موقع الحكم خلال الاعاده. يعني من اللاعب الى الحكم تقريبا 3 الى 4 يارده. زاويه رؤيه جدا ممتازه بالنسبه للحكم. تمنيت لو الحكم كان في الخلف قليل يمكن عنده زاويه رؤيه افضل بالنسبه الى اللعب. بس اقرب من كذي ما في كابتن. اقرب من هو يمكن صارت على اللعبه، لان اللعبه واضحه طبعا بالنسبه للمشاهد الكريم. وحتى الحكم المفروض تكون عنده زاويه رؤيه جدا ممتازه. يعني سوء تقدير من حكم الساحه غيرت مجرى المباراه وكلفت فريق حتى طبعًا ممكن كان مباراة. ممكن تعادل فيها طبعا. نعم. تعادل يعني. نعم. هني نتكلم عن زاويه رؤيه في كثير من اللقطات، ولكن هنا اتوقع زاويه رؤيه جدا ممتازه والحكم كان ممتاز في المباراه. نعم. الحكم يعني الخطا الوحيد اللي يعاب على الحكم في هاي المباراه طبعا. نعم. اثرت عليه في اكيد يعني متاثر عليه في شك. ناخذ الحالة التحكيمية في مباراة المنام الرفاع الشرقي. في البداية نتعرف على الطاقم التحكيمي في هذه المباراة. حكم ساعد عبد الله قاسم، مساعد أول سيد جلال سيد محفوظ، ومساعد ثاني محمد غازي، وحكم رابع عبد العزيز شريدة. نعم. نتكلم عن هذه المباراة وركلة جزاء لفريق رفاع الشرقي، راح نشاهد هذه ركلة الجزاء. المرور الآن الجميل في إمكانية الآن في منتصف الملعب، العرضية ممكنة تأتي وهنا لمسة يد وضربة جزاء. طبعا قرار سليم من حكم المباراة. يعني الحكم زاوية رؤية جدا ممتازة، المنطقة مفتوحة،
طبعا لو بنشوف اللعبه عبد الله، طبعا الكره يعني ما فيها يد المدافع الحد، سوري منامه سوري لاعب منامه، طبعا ما كان في جسمه، يده متحركه، طبعا هاي ما يعفي من الخطا لانه غير مسار الكره، فتستحق ركله جزاء بدون اي انذار. نعم، ركله الجزاء صحيحه وقرار موفق، قرار موفق من حكم عبد الله قاسم. عبد الله قاسم، نتكلم عن المباراه الاخيره واللي هي بين المحرق والرفاع، ونتعرف البدايه على الطاقم التحكيمي لهذه المباراه. طبعا حكم ساحة علي السواهيجي، مساعد أول سيد جلال محفوظ، مساعد ثاني عبد الله صالح، حكم رابع إسماعيل حبيب. نعم، في هذه المباراة مطالبة بركلة جزاء لصالح المحرق، راح نتابعها ونعقب عليها. يعني عبد الله مبارك أيضا اللاعب البديل اللي حاول في الكرة الأخيرة بأن يلعب كرة أمامية، ونشوف اللقطة الأخيرة رقم الجدل الحاضر على الحكم علي السماهيجي، إلا أن حكم اللقاء يأمر بمواصلة اللعب في اللقطة الأخيرة. نبدأ أول نشوف وين موقع الحكم بالضبط. نعم، يعني كان زاوية رؤية جدا ممتازة من حكم المباراة. في اعتقادي أن الحكم توقع أن يد لاعب الرفاع على ظهر لاعب محرق، ما كان فيه سحب، بس هنا اللي قاعد نشوفه شيء مغاير. طبعا ركلة جزاء وكرت أصفر على لاعب محمد حسين. نعيدها ونشوف موقع الحكم، نعيدها ناخذها من بداية اللقطة. خلينا نشوف الحكم وين الحكم. نعم، كان جدا قريب، يعني يمكن بالكثير 10 ياردة عن الحدث. نعم، بالنسبة طبعا واضحة. طبعا هو توقع مثل ما قلت لك، الحكم توقع ان يد محمد حسين على ظهر اللاعب فقط، ما في سحب، بس اللي قاعد نشوفه غير. طبعا هذه الحكم يعني زاوية رؤية، ما في امامه الا لاعبين اثنين من الرفاع، ما في عليه تغطيه، فهني المفترض ركله جزاء، وايضا جزاء وانذار محمد حسين. نعم، انذار لمحمد حسين. هذه كانت قراراتنا في هذه الحلقه. اكيد في بعض القرارات في كاس جلالة الملك اليوم راح نتحدث عنها اكثر بس في الحلقه. اسمح لي ابو عبد الله بس كلمه بس يا اخي عن الحكام، يا اخواننا الحكام. طبعا لجنه الحكام، الحكم طبعا مثل المخرج، يعني لما يخرج عمل لجنه الحكام طبعا تبغي من الحكم انه يخرجه المباراه الى برا الامان. اكيد، يعني لجنه الحكام تسعى ما تخلي الحكم في ذي المباراه اللي هي عارفه ان ذا الحكم هو المناسب لذي المباراه، يعني يخرج المباراه الى برا الامان، مثل ما شفنا اليوم كاس جلالة الملك. نعم، طاقم دولي مونديالي الحمد لله وفق، في يمكن في هناك اخطاء بس. نعم، يعني الحمد لله الامور طيبه كانت في المباراه. نعم، اتمنى من اخوان الحكام اللي تسند المباراه، يعني الاخطاء اللي قاعده تصير في الاسبوعين الثلاثه اللي راحت مكلفه. اتمنى التركيز اكثر، كل الامكانيات موجوده، التكنولوجيا موجوده، المباريات العالميه والدوليه موجوده. اتمنى من الحكام الشباب ينظر الى الاعلى، من قدامه من الحكام، من وصل كاس العالم لازم انظر لهذا الشخص، شلون اوصل انا مكان. نعم، هاي الشخص نقتدي فيه، يعني نقتدي فيه طبعا. يعني عندي حكم نواف، شكرا الله، ان شاء الله المونديال الجاي 2018 موجود ان شاء الله، ثاني كاس عالم، فكان كحكم شاب لازم انظر الى ذا الحكم، شلون اوصل لمستواه، شلون اوصل الى كاس عالم جاي. نعم، عندي حكام شباب ان شاء الله فيهم الخير والبركه. اكيد اكيد، اتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. اكيد، شكرا لك كابتن على هذه الايضاحات، واكيد لنا وقفه ان شاء الله في الحلقه الجايه. اذا مشاهدينا، الجدل التحكيمي لا زال مستمر حتى الجوله الماضيه، راح نتحدث اكثر عن يعني الاخطاء التحكيميه والمستوى التحكيمي، ولكن بعد ان نتابع هذا تقرير مع الزميل عمر عبد السميع. الحكم اليوم أستطيع أن أقول أنه يعتبر الأقل حظاً بين الجميع، كيف لا وقراراته أصبحت تخرج أندية من مسابقات وتلحق الهزائم بآخرين. لم يتعرض الحكم البحريني لضغوطات بهذه الطريقة من قبل، الضغط الجماهيري أصبح كبير، ومطالبات الأندية بعقوبات صارمة أصبحت هي الأخرى لا تنتهي. إذن دعونا نطرح السؤال الآن، ما هو الحل المناسب الذي سيضع النقاط على الحروف ليعود الحكم البحريني بثقة كاملة كما عهدنا؟ هنا السؤال والجواب لديكم.
يعني للأمانة مستوى التحكيم هو اللي يجبرنا على أن نعيد فتح الملف، فتحناه في حلقات سابقة ولكن لازلنا نفتح ونناقش في ملف التحكيم ونتكلم أكيد محمد اليوم. أتوقع يعني الحلقة الأضعف في الموسم الكروي كامل التحكيم. طبعا تكلمنا عن حالات، قلت لك احنا دائما يجب أن نكرر حق الإخوان أن احنا ما قاعدين نتكلم عن الحالات اللي تحتاج يعني فنيين في التحليل، احنا نتحدث عن الحالات اللي واضحه للعيان، اللي لو تجيب لك اي واحد حتى ما يفقه في التحكيم بيقول لك ان هذا فعلا خطا. نعم. انا اعتقد الرساله اللي وصلها اليوم هذا البرنامج للجنه الحكام اللي هو اختيار الحكم المناسب في المباراه المناسبه. اعتقد اليوم مباراه الكاس جلاله الملك اللي جمعت ما بين الاتحاد والنجمه وكذلك المحرق والرفاع، اعتقد اكبر دليل بأن هذه الرسالة اللي احنا نريد نوصلها. نعم. اليوم لما نختار يعني طاقم مونديالي اكيد مو بفكر المباريات راح نقدر نوفرهم، ولكن على أهمية المباراة نضع لها الحكم المناسب. اعتقد اليوم نجحوا بنسبة يعني 90% او اكثر، يعني ما في اخطاء مؤثرة في خلال المبارتين اللي يعني شاهدناهم اليوم. فهذه كان القصد من كلامنا، وهذا القصد أكيد. اصلا حتى من لما يتوجه انتقاد بناء للجنة الحكام. كذلك الحكام الشباب بعد واجب علينا أن نوقف وياهم. صحيح. أكيد. صحيح، ولكن مو على حساب بعض الأندية اللي ممكن تخسر نفس ما قلنا. يعني أيضا الأندية بعد لها حق أنها طالب، لها حق. أنا أتمنى اليوم من كل الأندية إن كان لها حق، إحنا كإعلام لازم نقول الصحيح. متى ما ظلم النادي راح نقول ظلم النادي، مثل ما تكلمنا عن الحد ومثل ما ظلم نادي الأهلي بحسب وجهة نظري كخطأ مؤثر المباراة السابقة مع النجمة. كان على أقل تقدير تخرج المباراة 2-2، ولكن أيضا كان خطأ واضح ما يحتاج أي فنيين يعلقون عليه. في الوقت نفسه الحكام الشباب يعني جيدين، خاصة الحكم عيسى عبدالله والحكم بونفور. هذه حكمين أنا استبشرت فيهم خير، ولكن أعتقد أنه عليهم شوي بس يتروون شوي، يعني يتركون عنهم الانفعال، يتركون عنهم اللي هو المواجهة المباشرة ما بينهم وبين اللاعبين، وأعتقد راح يكون لهم مستقبل جدا جدا جيد. يعني. أكيد نتمنى كل التوفيق لجميع الحكام بدون استثناء. نتكلم عبد الرحمن عن يعني أمور ذكرناها إحنا في الحلقة السابقة، طالبنا بمعسكرات، طالبنا بزيارة مكافآت الحكام. لما نطالب هذا الشيء إحنا كطاقم برنامج وأيضا أنتم كمحللين في هذا البرنامج، إحنا على غلط؟ لما نشوف ردود الفعل من المسؤولين اليوم تزعل وتضايق لما إحنا نطالب هذا الشيء، إحنا هل احنا غلطانين؟ طبعا انا في النهايه مهما كنت اعلامي او مهما كنت محلل او مهما كنت ناقد او مهما كنت مقنب برنامج، فانا اعتبر حالي من حال الجماهير، واوصل صوتي بالشكل اللي يروغ لي طول ما هو ما في اي انتقاد او اي تجريح بالشكل الشخصي. أنا اليوم يجب على اللجان المختلفه اللي تمثل القطاع الكروي ان تعاملنا معامله الجماهير. في النهاية عبد الله لما يتكلم من منطلق حرص وطني، أكيد. وأنا لما أتكلم من منطلق فني بحت، نحاول نطور منظومتنا وكوادرنا البشرية. إحنا ما قاعد ننتقد في سبيل التجريح، إحنا بالعكس قاعد ننتقد للمصلحة العامة، قاعد ننتقد علشان نفس الكلام اللي ذكر من قبل لجنة التحكيم إن التحكيم هو نقطة مضيئة في الكرة البحرينية، إحنا قاعدين نحاول ندعم هذه المقولة. هذه المقولة للأسف اختفت في هذا الموسم. هذا الموسم شفنا أخطاء، ما راح أكرر الجملة السابقة اللي تتكلمنا فيها الحلقة اللي فاتت، ولكن شفنا أخطاء أقل ما يقال عنها أنها هي أخطاء مضحكة لا تروق أبدا لحكام دوليين. أخطاء بعض الحكام يغضون النظر عنها في سبيل أنه والله ما شفناها، أخطاء تصنف أنها هي تقديرية وهي ليست بتقديرية نفس ما قال عبد الله. أي واحد واضح للعيان يقدر يقيمهم، ما تحتاج مقيمين في التحكيم عشان نقيمهم. فأحنا اليوم هدفنا مصلحة، هدفنا تطوير، هدفنا إثبات ذات، لأن البحريني ممكن يشع نوره في كل قطاع، لأنه هو عنده عنصر الاجتهاد والرغبة والإصرار على النجاح في كل مكان أكيد. وكل زمان أكيد. هذا هو الهدف. ودائما احنا نراهن على العنصر البشري. خلينا نتكلم اكثر عن مباراه الاهلي والنجمه، اخذ يعني اللقاءات اللي اجريت بعد هذه المباراه تحديدا للكابتن حسين سلمان وايضا مدرب الفريق يوسف المناعي اللي تحدثوا عن الاخطاء التحكيميه والخطا اللي صار في الدقيقه 91. خلونا نشوف هذه ردود الفعل.
نفس ما شفت صراحة أخطاء التحكيم كارثية في دورينا، ما أدري من يحاسبهم، ما أدري من يشوف هاي الأخطاء اللي من مباراة لمباراة قاعدة تتكرر. ما نقلل من فوز النجمة، بس لازم الحكام يراجعون نفسهم علشان يشوفون هذه الأخطاء اللي قاعدة تتكرر في دورينا. حصل يوم خطأ مثلا من الحكم أثر على الجيم؟ أول اللي جاء منا الهدف الأخيري ما أدري شلون شافه في يده، ما أعرف، هي كرة ضربت في صدره يصفر فاول لأن هي في يده، ما أدري شلون شافه هو، هل هو يشوف غير الناس تشوفه، ما أعرف. أنا أخوي أخطاء متكرر بكل صراحة، أنا مدرب محترف ما نتكلمش على التحكيم، لكن التحكيم يبدأ على طول أخطاء أخطاء أخطاء. مباراة الأولى ضد نفس المنافس انفراد صفره وهو ما فيش أوفسايد، كانت عنا بيلانتي واضحة صفرها، مجهود فريق كامل، فريق تغير ويلعب كرة، لكن بكل صراحة التحكيم يراجع نفسه، التحكيم يراجع نفسه خاصة مع نادي الأهلي. أنا مش نتحمل مسؤوليتي، أنا مدرب نتحمل مسؤوليتي ونهني اللاعبين وعلى المجهود اللي قاموا به، لكن ما يلزمش قرارات تحكيمية متكررة توصل للنتائج هذوم. وعد لجمهور الأهلي ممكن الهبوط ولا قاعدين؟ يا صاحبي هذا فريق يهبط، فريق يلعب كورة، فريق يخلق فرص، فريق يلعب كويس، لكن بكل صراحة كان التحكيم يحب ينزله تو ينزل. هارلك نتحمل مسؤوليتي ونحترم الحكم ونحترم هيئة التحكيم، لكن بكل صراحة يلزم شوية نراجعوا شوية بعض القرارات ونراجعوا بعض، خاطر حكم بصفارة واحدة يضيع مجهودات فريق كامل، فريق تجدد، فريق قاعد يشتغل، جمهور وراه، معناها بكل صراحة معناها حتى واحد مبتدأ في التحكيم ما يصفرهاش كرة. يعني مثل ما ذكر كابتن يوسف بأن حسب رأيي الشخصي بأن حتى حكم مبتدئ ما يصفرها، حسين سلمان ذكر بأن أخطاء ما بقولها عشان ما يزعلون الإخوان، نتكلم أبو حمد قلت أخطاء مضحكة. طبعا أنا بس أبي قبل يتكلم أخوي عبد الله، من منطلق ما انتهيت فيه أن وأرجع حق نفس الجملة اللي قالها عبد الله في الحلقة اللي فاتت، إحنا اليوم لو تقارن كل البرامج اللي تعتبر تحت مظلة التوك شو أو البرامج الحوارية اللي تعني بالقطاع الرياضي، إحنا أكثر برنامج ما أتوقع في الوطن العربي، أتوقع في العالم، يحافظ على حساسية ومشاعر المسؤولين. نعم. أنا ما أعتقد أن في برنامج وفي ناس تحافظ على مشاعر الغير أكثر من برنامجنا. مشكلة تري هي كانت مطالبات بوجود هذه البرامج. أي. لما طلعنا البرنامج كل من زعل. بالضبط. وبعدين أي مسؤول أو أي عامل يشتغل في قطاع رأي عام فهو يجب أن يتحمل النقد مثل ما يحب أن ينمدح في حالات الفوز. نعم. أبو حمد شوف أي رجل أضيف على أكمل بس كلام عبد الرحمن تفضل من حيث ما انتهى أنا أبتدي، أي رجل واثق في نفسه وفي عمله صدقني يرحب بالنقد، ولكن للأسف الشديد الكلمة اللي أنا ما أحبها اللي هي وضع الرجل المناسب في المكان المناسب اللي إحنا ما قد شفناها ولا بنشوفها، هذه تأكد لنا إن في ناس في غير أماكنهم. طبعاً إحنا الحين حق الحديث فهمنا ما نتكلم عن التحكيم، إحنا نتكلم بشكل عام والنقد بشكل عام، نتكلم عن كل من يعمل في الرياضة. للأسف الشديد هناك من يريد من الإعلام فقط يكون معاه مطبل مزمر، اختلطت عندنا لدرجة وصلنا هذا الأمر إلى الجماهير. اليوم الجماهير حسب ما يوصلنا وحسب ما نشوف أن الإنسان لما يشيد يسمونه طبال، ولما ينتقد يسمونه ذي هادم ويبي يخرب الرياضة في البحرين. فالآن الواحد ما يعرف إحنا شو قاعد يسوي، يعني إحنا احترت، إحنا احترنا إن أشدنا في شيء جيد قالوا مطبلين، قالوا مطبلين. وإذا انتقدت أي حاجة خطأ قالوا هذه مستهدفنا وهذه نقد يعني هدام وذي. الحين إحنا وين نروح؟ إحنا وين نروح نتكلم؟ يعني إذا ما تكلمنا إحنا بعد هني في مكاننا وفي بيتنا وفي قناتنا وفي ذي وين نروح نتكلم إحنا؟ فذي بين لك اليوم إن
ليش انا دائما اعيب في المسؤولين الوقت الحالي؟ طبعا مو بالكل، انا طبعا ضد التعميم، انا اتكلم عن البعض. انزين، لانه مو في اماكنهم الصح، في بعض اصحاب المناصب يعينون لهم برواد وبفلوس ناس بس تنتقدهم، يقول لا تقول لي شيء صح فيني، قول لي انتقدني انتقدني حق اكون انا افضل. ولكن احنا 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 يعني ما يصير كل واحد زين وكل واحد مثالي، عيل سيء وين ينخش وين مخشوش، يعني خلينا نتكلم بالعامي يعني. يعني السيئين وين مختبئين؟ انا بعرف اذا الكل زين واذا الكل قاعد يقدم. ثاني شيء، الامر الاخطر من ذلك اللي هو نوصل الموضوع الى الوطنيه، ونوصل الموضوع الى ان هذه يعني ما عنده ولا ذي الكلام. يا جماعه، ترى البحرين والبلد ترى اغلى من هذه المهاترات. احنا ترى بس في كره قدم ونتكلم في نطاق ضيق. طب تعرف عبد الرحمن، ممكن انا بذكر نقطه، يعني في الايام اللي فاتت احد الحكام، ما راح اذكر اسمه اكيد، تواصل معي عن الحالات التحكيميه اللي ناقشناها. يا اخي الحكم يدافع عن رائع مو مقتنع انه في اخطاء تحكيميه، وصلنا لدرجه حتى الحكام مو مقتنع انه في اخطاء. احنا كل اللي قاعد نقوله انه في النهايه ان الحكام، وكنا نطمح ان احنا نسمع هالكلام، ان الحكام هم في النهايه بشر اكيد معرض للخطا والصواب. احنا بعد ما نبي نظلمهم ونحط فوق طاقتهم، لان احنا لو نحطينا مكانهم ممكن نرتكب اخطاء اكثر من اخطائهم، ولكن طول ما هو اخذ هذه الامانه على عاتقه يجب ان يكون على قدر هذه الامانه، ويجب ان يكون على قدر هاي الكفاءه اللي احتسبت باختياره ضمن هذه الطاقم. فنطلب ونطمح من حكامنا، نقول نفس ما قال عبد الله، ما نعمم، بعض الحكام يجب عليهم تطوير انفسهم بانفسهم، لا يجب عليهم الالتفات الى ان التطوير لازم يجيني مفصل على مقاسي من لجنه الحكام. اذا لجنه الحكام فيها تقصير، وهذا شكل عادي جدا، لان اي لجنه تعمل يجب ان يكون فيها تقصير، لان الكامل هو كمال الله وجهه. اكيد. فاحنا قاعد نطالب ان الحكام يجب ان يكون هناك مسؤوليه شخصيه ومسؤوليه ذاتيه تنبع من ثقتهم بنفسهم وتنبع من طموحهم. هذا هو اللي بيكون المحرك الرئيسي لتطويره. نعم اكيد. خلنا ننتقل ممكن حق زميلي عادل حسن، المراسل اللي كان في المباراة المحرق والرفاع، أتوقع في أمور حدثت في هذه المباراة. عادل، كلمني شو اللي صار في مباراة المحرق والرفاع تحديدا، أتوقع عقب نهاية هذه المباراة. السلام عليكم، أولا نمسي عليك زميلي عيسى وعلى زملاء المحللين اللي معاك في الاستديو. يا هلا. حقيقة أحداث مؤسفة صارت بعد انتهاء مباراة اليوم بين المحرق والرفاع. أولا شفنا كانت في مناوشات بين مدرب نادي الرفاع سلمان شريدة مع اللاعب، أو عفوا مدرب نادي المحرق سلمان شريدة مع لاعب نادي الرفاع محمد العيد، وانفلات كان لكليهما يعني، وجرت بينهم مشادة ايضا لاسباب غير معروفه، حتى يعني رئيس مجلس اداره نادي الرفاع سعاده الشيخ عبد الله بن خالد كان متواجد وتدخل للحد مع المشكله مع اللاعبين والاداريين. ايضا صارت مناوشه اخرى في المنصه الرئيسيه تحديدا، اضطروا رجال الامن لامساك باحد الحضور ايضا لاسباب غير معروفه. وايضا كان يعني هذه المشاهد زميل عيسى ما اتمنى مشاهدتها وتكرارها ابدا في الدوريات والمسابقات المحليه. اكيد. شكرا لك عادل، يعني احنا اكيد راح نوقف على مثل هذه الامور، ونتمنى ان مثل ما ذكرت ما نشاهدها في ملاعبنا، خصوصا لما نتكلم عن مباراه قمه بين المحرق والرفاع. شكرا لك عادل على هذه الايضاحات، شكرا لك. نرجع حق نقطه البدايه، احنا دائما يعني وصلنا ل دراج انه حتى عقب المباراه هواش. شوف اليوم ربما يكون حساسيه المباراه ادت الى ذلك. وطبعا هذا الشيء غير مبرر، طبعا اكيد طبعا ما حدث، امر مرفوض وامر لا ينبغي ان يحدث اصلا في ملاعبنا. نشجبه، نرفضه، نستنكره. مهما تكون حساسيه المباراه، مهما تكون نديه، مفروض ان يتدخل من اللجان المعنيه. هو الحين على ما سمعنا من الاخ عادل ان
الشيخ عبد الله بن خالد يعني لا انا اتكلم من لجان الاتحاد المفروض فيه طبعا طبعا فيه طبعا نعم طبعا اكيد اكيد المنظمين في الملعب يمنعون مثل هذه الاشياء ولكن نعم احيانا بعض المنظمين ما يدرون اصلا بيصير كذي في نفس الوقت يعني عرفت شلون دي بمجرد ساعات بين يعني في قفله ممكن تصير هذه المناوشه معليش معليش عبد الله هوشه في ارضيه الملعب في تنشن لكن في المنصه ما لها داعي لا لا سواء في لا لان اليوم اللي في كل من صار يروح المنصه لا اخوي عيسى انا اتكلم عن اخوي عيسى كل من صار يركب المنصه معليش معليش اخوي عيسى معليش بس انا بعد ما يصير اليوم بدل انا ما اوجه كذي انا اوجه ما يصير انا بعد اخلي كل منظم عند كل واحد لا انا ما اتكلم هذا الشيء لا يقول لك واحد تم خروجه من المنصه اذا المنظمين قاموا بدورهم اكيد صح لان صارت المناوشات وراحت بعد احنا ما يصير انا على كل واحد اخلي واحد يعني مو منطق بعد صح عارف شلون يعني عبد الرحمن انت من اكثر الناس يعني ممكن اللي صار عليك جدل لما انتقلت من المحرق للرفاع في ذيك الفتره ممكن الحساسيه اكبر من الحساسيه اليوم من شاهد الملعب كان ينترس على اخر وكم مليون لكن اللي نشاهده اليوم غير مبرر نهائيا لما نشوف يعني بالعام هوشه طبعا طبعا انا تعقيبا على كلام الاخ عادل انا كنت حاضر في المباراه وشاهدت هاي المناوشات صحيح كان في نوعا ما تنشن بسبب هاي العمليه ولكن طبعا محمد عي اليوم كان احد ابرز لاعبين الرفاع اذا ما كان اللاعب الابرز اليوم الموجود على ارضيه الملعب من نادي الرفاع وجوده كان على البنش اللعبه كانت اساسا هي عمليه اخراج كره لم يقم نادي المحرق باخراجه وهذه حق في النهايه مشروع فصار في تدخل اعتقد اذا ماني غلطان من عمر دعي كابتن عمر دعي على اسماعيل على اسماعيل عبد اللطيف بهدف انه تعطيل اللعبه واخراج الكره لان في لاعب واقع على ارضيه الملعب فالسبب الرئيسي لو يرجع عادل عشان لشريط المباراه السبب الرئيسي بالعكس سلمان شريده كان اللعبة كانت عند دكة بدلاء محرق معناها هاي دقيقة 85 أتوقع ولكن هذه 75 تقريبا 75-78 لاعبين الرفاع بما فيهم الإداريين وصلوا ليه دكة بدلاء محرق فهذه كان أساس المشكلة بالعكس سلمان شريدة كان ترك مقعده ووصل ليه بنش الرفاع وكان يبعد اللاعبين عن أي التحام لأنه كان أعتقد في تنشن ما بين إذا ماني غلطان ما بين إبراهيم عبيدلي أو عبد الله يوسف مع محمد دعي على البنش فبالعكس سلمان كان يوخر لاعبين عن بعضهم البعض علشان ما تتطور الأمور بالعكس أنا هني أشيد أول شيء بالتعامل الحكيم اللي صار من الكابتن سلمان شريدة ولاعبينه ومن أيضا من دكة بدلاء الرفاع العقلاء جدا تعاملوا بشكل عقلاني أيضا أشيد بفطنة وسرعة بديهة النواف شكر الله والطاقم اللي معاه لأن أنا أعتقد قدروا يحتوون الموقف بسرعة قياسية وتكملت اللعب وبالعكس ليه خلصت المباراة ما كان في أي مناوشات من هذه النوع ولكن هذه شيء عرضي كان في المباراة حساسية اللقاء كانت وراء هذه التنشن خصوصا أن الرفاع أدى بشكل جدا مميز الشوط الأول الشوط الثاني ما بان فهذه كان سبب التنشن وأنا يمكن الحلقة اللي فاتت عرجت على ذي الموضوع وقلت إن وجود المبارتين في ظرف 6 أيام راح يكون عبء على المحرق مو على الرفاع لأن المحرق مكشوف الأوراق أكثر من الرفاع الرفاع يقدر إنه يضحي بمباراة الدوري لأنه هو في موقع جدا بعيد عن الصدارة وممكن يكون التركيز بالكامل على المباراة بنعرج عليها بشكل أكبر في الحلقة القادمة خلنا ننتقل ممكن حق الملف الآخر في هذه الحلقة في كل موسم ممكن يتكرر السؤال هل المحترفين في دورينا يقدمون الإضافة الفنية وهل بالفعل يلعبون في أنديتنا اللي يلعبون في أنديتنا يمكن أن يطلق عليهم مسمى محترفين زميل عمر عبد السميع يجيب على هذه التساؤلات من خلال هذا التقرير المحترفين قد يكون هو الملف الوحيد الذي لا تمله الأندية بل تتخذه كتجربة جديدة على أمل أن يخرج ذلك اللاعب الذي يستطيع أن يخطف الأنظار فالمحترف يعلم جيدا أنه في حال الفشل من السهل أن يذهب لأندية أخرى وهذا الأمر الذي شاهدناه طوال السنوات الماضية تقليل عدد المحترفين كان أحد الحلول من الاتحاد البحريني لكرة القدم لعل وعسى أن يقدم اللاعب الوطني ويصبح هو الورقة الرابحة فمتى يأتي ذلك الوقت
الذي يستوعب فيه البعض أن الاعتماد على الكوادر الوطنية سيكون أفضل بألف مرة من الديون والخسائر على لاعبين معظمهم من عالم اليوتيوب. ممكن أبتدي من ما انتهى عليه زميل عمر، محترفيننا من عالم اليوتيوب يا عبد الله. هذه وضعنا وهذه الحقيقة، ما نقدر ننكرها. ما نقدر احنا نجيب محترفين ذات جودة عالية، مستحيل. يعني نفس ما نقول بالعامي، يعني مدري لك على قد الحافك. ما عندك إمكانيات انك تجيب محترفين اسوة بباقي الدول الخليج الثانية الأخرى. فطبيعي تشوف اليوم ان المحترف اليوم موجود بكرة يكون خارج البلد، او تحصل محترف مجرد محطة ترانزيت تحصله في النادي العلاني، بكرة في النادي الفلاني، بكرة في ذاك النادي، بكرة في ذاك النادي. طبيعي يكون هذا الشيء، لان هذه الارخص بالنسبة لنا، هذه الاوفر بالنسبة لنا، هذه واقع احنا واقعنا. نعم. تبون تغير ذي الواقع لابد من زيادة مخصصات كرة القدم. نعم. احنا دائما يقولون لنا انتوا تنتقدون ما تطرحون الحلول. لا هذا احنا قاعدين نقول، انا قاعد اذكر احنا، لا احنا ما علينا، احنا بعد لا نتحسس من اللي يقولون، خلي يقولون اللي يقولون. في الاخير احنا مسؤولين عن اللي نقوله، مو مسؤولين عن فهم الاخرين. اوكي. فانا اعتقد ان الميزانيات الكرة القدم لابد ان تكون لها زياده من اجل استقطاب بعدين اقدر اجيب محترف جيد اللي هو يعمل لي الفارق. اما انا باتم على هذه العمليه، فاحنا المحترف بالنسبه لنا باي تشانس، زين او مو زين، يجينا نفس أوتشي ويمشي ويانا وممكن يسجل وكذا كذا، أو يجينا نفس حاله حال أي لاعب اللي بكرة يمشونه حتى من مباراة واحدة. يعني مباراة واحدة يلعب المحترف يفشل يمشي، كان تجارب. أنا شو أقول؟ أنا أقول يجب علينا أول شيء أن نتخلص من سالفة أن الإداري ما زال هو اللي يختار المحترف. هذا للأسف الشديد في معظم أنديتنا اليوم، الإداريين هم اللي يخلصون سالفة المحترفين. هذه جدا كارثة عودة. صح. يجب الجهاز الفني أنديتنا إذا تبي تتطور، طبعا وما تقدر تتطور أنديتنا لأن للأسف الشديد لا تملك المادة أيضا، إن هي ما في نادي في لجنة فنية. لنادي ناديين في البحرين ثلاثة أندية عندهم لجنة فنية يسوونها، ولكن ذي اللجنة الفنية تعمل يعني حتى من أبناء النادي، حتى ما نقدر نجيب مثلا مدير فني مسؤول حق التقييم وحق مثلا جلب المحترفين هو المسؤولين، لا نجيب ثلاثة أربعة من النادي، وهذه بس يسويها بعد كذا نادي. الباقي تحصل في كل نادي مسؤول شخص واحد هو المسؤول عن ملف الاحتراف كامل، وهذه أعتقد أحد كوارث جلب المحترفين. فذي واقعنا وصعب نطلع منه. يحز في النفس ان احنا يعني احنا سامحنا على الكلمه يعني ان احنا نجاوب على مثل هذه الاسئله. ليش؟ لان صراحه كل سنه قاعدين نقول نفس الكلام واجابتنا نفس الشيء. فاعتقد حتى اذن اللي قاعد يسمعنا يقول نفس الكلام مكرر. ما عندنا شيء نقوله غير لان احنا ما صلحنا الوضع. نعم. اليوم لما نشوف يعني رؤيه مستقبليه للكره البحرينيه، نتكلم عن 22، نتكلم عن يعني استبشرنا خير بهذه الرؤيه، ولكن نبي نوصل حق الاهداف لازم ايضا ضخ الاموال مثل ما ذكر عبد الله، لازم في شغل قبل ما نوصل لاهدافنا المستقبليه. مو بس ضخ الاموال، ضخ الاموال هو عامل جدا مهم، لكن هو ليس كل العوامل. يجب ان يكون هناك عين خبيره، يجب ان يوضع نفس ما قال عبد الله، او الجمله اللي يكرهها عبد الله، رجل مناسب في المكان المناسب. ما بيصير زين. يجب الاستعانه باصحاب الخبره. اكيد. يعني على سبيل المثال بعد ما بيصير انت اليوم كقطاع علشان تطور القطاع اللي موجود عندك، يعني غير معقول اليوم انا قارن موارد الانديه في الوقت الحالي مع موارد الانديه في الثمانينات. بفارق كبير الوضع الحالي افضل، ولكن في الثمانينات كانوا اصحاب الاختصاص هم اللي يختارون اللاعبين، مع انه ما كان في ماده مثل ما كان في ماده ولا في مشاوات، ولكن في عين تفحص اللاعب قبل التيبه. حتى لو كان اللاعب على مشارف الانتهاء، لكن كان يضيف لك في دوريك المحلي. صح. شفنا كوارشي لليوم جماهير محرك تتغنى بهاي اللاعب. صح. شفنا برونو لليوم جماهير نادي الرفاع تتغنى بهاي اللاعب. على كثر الانتقادات اللي كانت تطال الكابتن رياض ذوادي مسي عليه بالخير، ولكن لأن هو أول شيء كان هو اللي يختار المحترفين، بالإضافة إلى أنه هو كان هو صاحب الخبرة وهو صاحب اليد الطولة،
في الإدارة الفنية في نادي الرفاع، فكان اتيانا بلاعبين معينين يضيف له ويضيف حق نادي، والدليل أنه مع انتهائه وقف سلسال البطولات في نادي الرفاع مع يعني استثناء البطولة الأخيرة اللي حرزوها، ولكن من عقب رياض ذوادي ما شفنا استقرار في نادي الرفاع. أنا بعرج على نادي الرفاع، خلنا نأخذ شوي رأي الجمهور وعقب نروح حق الرفاع. مثل ما عودناكم الجماهير هي شريك أساسي في برنامجنا، عشان كذي خذنا رأيهم عن موضوع حلقتنا لهذا اليوم. خلونا نتابع رأي الجمهور عن مستوى المحترفين في دورينا. والله للأمانة هذه الموسم صراحة يعني ما أعتقد يعني الأندية كلها نجحت في محترفينها. عندي يعني أنا وجهة نظر إن في لاعبين محليين في مستوى المحترفين يعني. والله لو يعطون مجال حق اللاعبين اللي من 21 سنة وتحت يكون 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 زين، يكون فعلاً عقل المنتخب. مو بالكيل في محترفين يعني قليل قليل كلش إنه أحسن من المحليين، بس أنا أشوف لاعبين البحرينيين أفضل محترفين اللي أشوفهم في الدوري البحريني. يعني المحترف يدور دائماً حق سمعته واسمه. دوري البحريني لو بتخلي يعني الدوري يعني دول ثانية فارق، يعني مستوى البحرين أقل من دول ثانية. المحترفين اللي يبونهم دلين طايحين سوقهم، يعني مثل ما تقول ما لهم محل يروحون، يأخذونهم في البحرين. مجرد ما شافوا واحد من دلين زينين اللي يجيبهم يسوي بزنس عليهم. كان عندنا المحترف خذوه، إيه حتى يوم كان عندنا تياغو، ما أدري في ناس سماسرة في البحرين صدقني يبيعون محترفين برا من البحرين بعد، هاي راح ماليزيا. ما يهمنا إحنا المحترفين بيبون واحد أو اثنين أوكي، لكن نبي نشوف أداء المحترف البحريني، إحنا بنسميه محترف بحريني، ما نبي محترفين من برا، نبي نشوف الكرة البحرينية. يجيبون يعني لاعبين او تشوف اجوال، يمكن يجيب 8 اجوال، بس الثمانية اجوال اللي يحطونه في تيم يمكن في 3-4 سنوات. محترفين ما اشوف لحد الان محترف يلفت الانظار في البحرين صراحه، يعني في لاعبين محليين افضل من المحترفين في البحرين صراحه. يعني تحصل ساعه واحد مباراه يعطيك يصير زين ومباراه مو زين، لان على السعر تدفع عزال بتحصل لك لاعب زين، ما تدفع ما تحصل لك لاعب زين. ياخذون مكان يعني ما يعطونا الفرصه يعني ان نلعب فيها يعني حق المستقبل، كل المحترفين بيلعبون. يعني من الامور اللي شاهدناها من خلال اللقاءات، واحد منهم تحدث عن السمسره اليوم، هل الانديه اليوم ضحيه السمسره؟ لما نشوف لاعب سمسار جايبه تالق بدورينا على طول ينغله دوري اقوى عشان يستفيد من المواد. اي صحيح هو هذه، ولكن بشكل بسيط صراحه، لان السمسار على من؟ يعني انت من يبتزين حق تستفيد منه انت كسمسار اصلا؟ يعني ما اعتقد ان عندنا محترفين حتى السمسار يقدر يستفيد منهم كثير حق في الخارج. يعني اعتقد نجيبهم احنا يعني اعتقد مستوى جدا يعني شبه محترف، شبه محترف او يمكن مو محترف الحقيقه. وهذه قلت لك نفس ما قلت لك هذه واقع لا يمكن نكرهه. لاعب لاعبين ممكن يخرج لك كذي. طبعا عيسى كان في انا اعتقد قبل تقريبا 4 سنوات كان في دراسه معده من قبل اتحاد بحرين لكره القدم برئاسه الشيخ علي، ان متى تحول الدوري الى دوري محترفين، وشنو الامكانيات اللي المفروض ان الدوله توفرها من خلال الاتحاد الى الانديه. فكان من ضمن الفاسيلتيز اللي كانت مطروحه ان لازم الاتحاد يوفر لاعب محترف سوبر، الاتحاد يدفع راتبه الى كل الانديه. هاي طبعا دراسات كثيره ما زالت في ادراج الاتحاد، ما نعرف متى راح ترى النور، مدى جديه الاتحاد في تفعيلها، مدى جديه الحكومه في تفعيلها، لان هذه نفس ما قلنا احنا من قبل كلمه تنعاد على مسمع المشاهدين، هي في النهايه مشروع وطني صحيح. يجب ان يؤخذ بعين الاعتبار. اكيد اكيد. نتكلم يعني واحد من الجماهير واتوقع واحد لاعبين الفئات السنيه قال احنا لما نشوف هذولين المحترفين ياخذون مكاننا مو قاعدين يقدمون الاضافه، متى بنحصل فرصاتنا في الانديه؟ هذه كلامه صحيح. انا يعني انا حتى المحترفين اللي عملوا الاضافه
اقتلوا بعض المواهب عندنا في البحرين. يعني انا ما زلت في لاعب صراحه يعني متحسف عليه انه ما صار لاعب، لان المفروض يكون احد نجوم البحرين اللي هو عبد الله الدخيل. من طلع وهو صغير في السن وانا اتابع عبد الله الدخيل، كان عبد الله الدخيل مشروع لاعب حقيقي، ولكن للاسف الشديد شفنا في فتره من الفترات اللي موجودين ريكو وجيسي جون وذين وهم افضل منه مستوى. فاللاعب طبيعي ينتهي بهذا الشكل، اللاعب طبيعي انه هو ما يقدر حتى نفس ما تقول خل بينهم منافسه، صعب. ريكو مستوى وايد جدا عالي يوم فريق المحرق، صح. ففي لاعبين اعتقد كثيرين راحوا جديا، يعني يفترض كانوا وايد يقدمون حق المنتخبات، ولكن ما قدر يلعب، ما شفناهم. وخاصه اخص بالذكر عبد الله الدخيل، يعني انا من اللاعبين اللي كان يعجبني وكنت اتوقع لانه اشوف له مستوى كبير، ولكن ما حصل الفرصه. نعم، لما ما تحصل الفرصه اكيد تدفن. لا اكيد ما في. نعم، لما نفتح اكيد ملف المحترفين لازم نذكر فريق الرفاع، انت كنت بتعرج عليه، ولكن نتكلم عن 7 محترفين في موسم واحد، تغييرات بشكل يعني مهول. ما هي جديده على نادي الرفاع، ولكن 7 محترفين، 3 مدربين في موسم، كل موسم مدربين، وتغيير محترفين 2 على الاقل من الثلاثة. وين المشكله؟ احنا قلنا من قبل، كان تذكر في اول حلقه قلنا الخلل في كل منظومه نادي الرفاع. عبد الله بن خالد شخص عاشق للرفاع حتى النخاع، ولكن عبد الله بن خالد بروحه ما يقدر يعمل كل شيء. عبد الله بن خالد في النهايه عنده مسؤوليات كبيره، مسؤوليات اسريه، مسؤوليات عمليه، مسؤوليات خاصه تغنيه عن التواجد بشكل يومي في نادي الرفاع، وان كان انا متاكد انه هو متواجد في كل صغيره وكبيره، ولكن من هم تحت عبد الله بن خالد هل يقومون بالشكل الصحيح؟ هل يقومون بعملهم بالشكل الصحيح؟ في النهايه ملف المحترفين وملف الملف الفني للمدربين يقع على عاتق من؟ هل هو عنده خبرة في كرة القدم؟ مجلس الإدارة بالكامل اللي موجود في نادي الرفاع هل عنده خبرة في كرة القدم أم عنده خبرة إدارية فقط؟ فالعملية يعني ما في فنيين تتكلم في نادي الرفاع. أنا قلت من بعد خروج رياض ذوادي من نادي الرفاع، لأن رياض الكل كان ينتقد رياض في نادي الرفاع، أنا شاهدت هذه المرحلة. الكل كان ينتقد رياض في نادي الرفاع انه هو صاحب اليد الطوله في كل صغيره وكبيره تخص نادي الرفاع، سواء كانت في صلب عمله او في غير صلب عمله، ولكن الرجل عنده وجهه نظر. الرجل قادر على قراءه فنيه، قادر على اختيار محترفين هو يتطلبهم كمدير فني للفريق. اليوم احنا نتكلم كره القدم هي واجهه النادي وواجهه البلد، فاذا كان اللي موجودين غير قابلين للإنتاج وغير قادرين على حمل الملف بكفاءة جدا عالية، لأن في النهاية أنا تقييمي للإدارة هي بطولة. في النهاية إذا البطولات ما تعكس عملهم فيجب أن يكون هناك في قصور، وأنا مو قاعد أتكلم عن نادي مغمور أو نادي قليل الإمكانيات علشان أقول إنه والله عملوا عمل ممتاز ولكن الحظ ما حلفهم في إحراز البطولة. لا، أنا قاعد أتكلم عن أحد الأقطاب الرئيسية في كرة القدم البحرينية، أحد أهم الروافد للمنتخبات. احنا ذكرت المشكلة، شو الحلول؟ الحلول طبعا اول شيء هي الحلول المنظومة الكروية نفسها، اتيان اصحاب الخبرة. للاسف في نادي الرفاع في كثير من الناس اللي تعمل ضد بعض داخل النادي وخارج النادي، هذا شيء واضح وهذا شيء موجود يجب ان لا نغفل عنه، ويجب ان لا نغمض عيوننا عنه. نعم، فراح تشوف في تكتلات، في ناس كانوا في الإدارة اليوم خارج الإدارة يعملون على من هم داخل الإدارة، وتقدر تفتح وسائل التواصل الاجتماعي وتشوف المهاترات اللي موجودة. اختيار المحترفين، اختيار المدربين، الرفاع كان يعتمد على القاعدة. اليوم من نشوف احنا من القاعدة؟ اليوم اللاعب الوحيد اللي موجود من نادي الرفاع اليوم في المباراة اللي حضرتها اللاعب الوحيد اللي موجود من نادي الرفاع هم 2، حسان جميل ومحمد عي، واخوه محمد العي، اخوه وعمر، فغيرهم من موجود من نادي الرفاع الموسم الفائت واللي قبله؟ يمكن ما اعتقد انه كان في احد موجود. انا الحين مو قاعد اعول انه ترى اليوم بس لان مشكلتهم انه ما في احد من عيال النادي يلعب، المحرق يعاني من نفس المشكله ولكن قدر يعوضها باللاعبين المحليين. انا اتكلم عن منظومه، احنا كنا دائما نتكلم
وأنا مرة سألت الله يرحمه الكابتن أحمد رفعت أحد أقدام نادي الزمالك، قلت له شو الفرق بين الزمالك والأهلي؟ قال شيء واحد اللي يخلي الأهلي يكتسح الزمالك في كل شيء، الإدارة. لما تكون في إدارة صحيحة كفأة، هذه اللي اقتلت نادي الزمالك. نعم. بحمد ممكن عندك تعقيب عن أمور الإدارية؟ شوف، لو عملنا استفتاء على مستوى البحرين أوكي وتحدثنا عن رؤساء الأندية، من الطبيعي أن يكون الشيخ عبد الله بن خالد من أفضل رؤساء في البحرين. ولو عبد الله بن خالد مثلا يقدم استقالته مثلا ويمشي، أنا أعتقد الكل راح يقول أن الكرة البحرينية بشكل عام خسرت رئيس في الحقيقة من الصعب خسارته. أولا داعم متواجد متى ما طلب منه أو متى ما تطلبت الحاجة. متى ما تطلبت الحاجة تشوف الشيخ عبد الله يكون موجود. كذلك الدعم الفريق الآن من سمو الشيخ خليفة بن علي أيضا دعم مو طبيعي يعتبر. إحنا قريبين يعني من المجتمع الرفاعي ونعرف أن الشيخ خليفة بن علي الآن داعم حقيقي. فأنا إذا أنت تتكلم عن أرض خصبة لانطلاقة بداية صحيحة. بس وين المشكلة؟ المشكلة الآن، المشكلة إن اللي فيهم أهم إن ما يجلبون الناس اللي تدير الكرة القدم، اللي يكونون بس مسؤولين هم عن كرة القدم. الدعم موجود والرئيس الذهبي موجود واللي عاون رئيس الذهبي موجود. أوكي. ولكن هذه العمل اللي داخل هذه يبي له ناس، يبي له ناس يكونون أصحاب ميدان، يبي له ناس عندهم التجارب، يبي له ناس يكونون هم تواقين للنجاح. الواحد الإنسان اليوم الناجح هو اللي يأتي لك بالنجاح. أنا ما يصير أنا عندي بنك، عندي أي مكان، راح أستقطب الإنسان الناجح أجيب لي اللي هو الاستثمار الجيد. فأنا أعتقد مشكلة الرفاع وأكبر دليل على ذلك أن احنا نشوف تغيير مدربين. مستحيل 7 مدربين من الموسم الماضي لهذا الموسم كلهم المدربين، رغم أن الرفاع عنده إمكانية وأفضل مدربين صح. ويعطي أعلى الرواتب. فمستحيل من المدربين لاعبين نغير لاعبين. لا يمكن، لا يمكن نادي مثل الرفاع بحجم نادي الرفاع أجيب محترف البارحة ولعبه بكرة مباراة أنا ما شفته. هذه ما تصير في أندية ثانية صح. رغم أن نادي الرفاع نادي كبير، وهذه تصير في نادي الرفاع وصير في أندية ثانية. المحترف يوصل اليوم بعد بكرة يلعب. هذه ما قد صارت. لازم يأخذ وقته ويتمرن وذي، إلا إحنا على طول نزج به. نادي الرفاع ما يعني مشكلته ترى مو كبيرة، مشكلته صغيرة. شو الحل؟ فقط المسؤولين على النادي على رأسهم الشيخ عبد الله بن خالد يأتون بلجنة فنية مختصة لكرة القدم. هذه عملها كرة قدم يا أخي. في لجنة فنية كانت موجودة عبد الله؟ إحنا لما نقول في لجنة فنية، الآن ما في لجنة فنية، الآن ما في لجنة فنية. لجنة فنية كلهم عليهم ثوب قطر وعقال، هذه مو لجنة فنية. كان في مو اللي كان فيها رياض ما تصير. اي قبل في السابق قبل لا في السابق في موجود. نتكلم عن الفترة الحالية. انا قاعد اتكلمك عن الفترة الحالية. الآن يجب استقطاب الناس اصحاب الخبرة، اصحاب الخبرة ولا اصحاب المجال، يعني اصحاب التخصص، عارف شلون، اللي هم يقدرون الدفة. خسارة موسم او خسارة نتيجة هذه طبيعية تصير ترى، يعني مو بكارثة. ذي السنة أنا ما أحقق الموسم القادم، أحقق العقبة، أحقق العقبة، أحقق. يعني هذه الأندية الكبيرة ترى ممكن تمر بمنعطفات، ولكن الرفاع يعاني الحل من التذبذب. هذه السبب الرئيسي فإن لو 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 تتوجه هذه الدعم. يعني توب أقول خلنا نكون واضحين، تفضل. اليوم ما في رئيس نادي يدفع لك 200-300 ألف في السنة، ما حد مستعد، ولكن موجود في الرفاع ما حد يقدر يدفع من جيب الخاص. أنا أقول لك ولكن وين تنحط ومن اللي راح يعملون على هذه الميزانيات. هذه مشكلة الرفاع حسب وجهة نظري. معناته نرجع حق نفس الموضوع، إنه يجيب الرجل المناسب في المكان المناسب. أكيد هاللي نتمناه، أكيد إحنا نتمنى عودة الرفاع خصوصاً طبعاً على أقطاب الكرة. طبعاً نادي كبير طبعاً. نعم. أنا ممكن أنتقل حق أيضاً محور ثاني. يعني تابعنا خلال الأيام اللي مضت حديث كثير وبيانات تصدر وعمله تكتب بخصوص لاعب فريق المحرق الدولي وليد الحيام. طبعا ما نخفي عليكم بان فريق عمل البرنامج حاول يتجنب الدخول في الصراعات بين نادي المحرق واتحاد الكره، ولكن المهنيه تحتم علينا ان نطرح هذا الموضوع امام الشارع الرياضي ونناقشه بكل شفافيه وحياديه.
ببتدي وياك كابتن عبد الرحمن، ممكن نتكلم عن هذه البيان الثاني اللي اصدر من نادي المحرق. من حق نادي المحرق يحافظ على لاعبينه، وهذه حق مكفول أكيد. ولكن لو نتكلم عن الفائده اللي ممكن يحصل عليها اللاعب، لاعب دولي ممكن يكون هو قائد المنتخب في الفترات القادمه. احنا لا نتكلم عن الفائده الماديه اللي راح يجنيها اللاعب اكيد، هذه خلينا نتكلم عن الفائده المرجوه فنيا للمنتخب بغض النظر عن الانتماءات. اليوم انا اتوقع ان موضوع وليد الحيام ضخم وأشعل بطريقة غير مباشرة من خلال بعض المهاترات التي تم تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي. من حق نادي المحرق يحافظ على كل المكتسبات التي يجنيها، ومن حقه أيضا حق الرعاية اللي أولاها لوليد الحيام. ولكن الحلقة المفقودة في هذا الموضوع هي طريقة عمل ممنهجة يجب أن توجد بين الاتحاد وبين النادي. يجب أن يؤخذ في الاعتبار المقام الأول هو مصلحة المنتخب، مصلحة الوطن، عقبها تكون مصلحة النادي، لأن النادي هو جزء من كيان وطن وكيان إداري بالكامل يصب في مصلحة المنتخب. أنا أتوقع أن مدى توتر الشارع الرياضي وخصوصاً من نادي المحرك كان بسبب الأبروتش أو الطريقة التي عولجت أو الطريقة التي تم طرح موضوع وليد الحيام من خلالها. ولكن أنا ودي أقول كلمة في ذي الموضوع، أن شفنا اليوم تجربة جدا مماثلة في الشقيق المملكة العربية السعودية. شفنا اليوم تركي آل الشيخ أعلى هرم في الرياضة نحى الانتماءات على جنب وفكر في مصلحة منتخب. هذه ممكن أن كنت بسأله، مصلحة المنتخب تقتضي أن لاعبين المحليين يحتكون في أفضل الدوريات الأوروبية، ودفع من جيبه تحمل أهوى تكاليف الإعارات بالكامل للاعبين المتواجدين اليوم في القارة الأوروبية. فهذا يبين لك أن اليوم مهما اختلفنا على انتماءات الأندية، ولكن نجتمع على هدف واحد، على حب واحد، هو حب الوطن، حب هذا المنتخب، حب هذا الشعار. فأنا هني أوجه يمكن عتب حق بعض أصحاب الحسابات التي قامت من خلالها إشعال هذا الموضوع، ووجه تحية حق سمو الشيخ خالد بن سلمان، ما عليه، أنت علشان تعمل لازم تتحمل، لأن مش كل الناس تفكر بنفس طريقتك، مش كل الناس عندها نفس الوعي والإدراك، حتى وإن كان الطريقة في التعاطي مع هذا الموضوع كانت بطريقة ما راح أقول خاطئة، ولكن بطريقة أقل من المتوقع، ولكن لأن الإنسان يعمل فشيء طبيعي أنه راح يخطأ. ولكن وجودك مهم في المرحلة الحالية والمرحلة المستقبلية، دعمك للاعبين المنتخب يجب أن يكون على أعلى مستوى، يجب علشان ما تفقد الشريحة الأكبر ولا تفقد السبورت مال نادي المحرق، نطالب بإيجاد طريقة عمل وآلية عمل ممنهجة أكيد، وتكون بين الاتحاد وبين الأندية، لأن الأندية هي المحرك الرئيسي لهذه العملية. نعم أبو حمد، يعني نتكلم، أنت أكيد كونك رجل إعلام ولك الخبرة وما في شك في هذا الأمر، اليوم أعمدة تكتب على هذا الموضوع وتشعل من وسائل التواصل الاجتماعي، هل كانت فيها مبالغة؟ تكلم من زملاء إعلاميين يمكن يسبقوني أنا خبرة بسنوات كبيرة. شوف، بنتكلم، انا بتكلم لك من باب مهنيه اعلاميه، تفضل، على قد الخبره البسيطه اللي انا امتلكها اللي غيري يفوقني فيها. شوف، في خليجي 23 البحرين كلها بكت، البحرين كلها تحركت مشاعرها، صحيح، كنا نقول هذه بدايه خير. ويوم سموه الشيخ ناصر بن حمد الله يحفظه بعد اعطانا الاعاز بان القادم بيكون افضل للمنتخب، تفائلنا وعشنا أجمل أيام حياتنا. يا سبحان الله، هذه المشكلة اللي صارت أنا أعتقد بأنها خربت بالنسبة لي أنا كشخص هذا المزاج العام كله. ما زلنا نعتقد بأن هناك في الانتماء، وأن النادي يحافظ على لاعبينه، وأن بعض المسؤولين في الاتحاد يعملون لجهة ناديهم، وهذا الأمر معروف اليوم ما بين الشيخ خالد بن سلمان ككون رئيس لجنة المنتخبات و إدارة مجلس إدارة نادي المحرق. هذا اليوم ما راح يخدم
الكرة البحرينية بشكل عام. اليوم لو بنتكلم عن مجلس إدارة نادي المحرق، فإحنا لما بنتكلم عن قطب أساسي ورئيسي وكيان كبير ما حد يقدر فينا يتجاهله، ما في شك، ولا أعتقد أن شيخ خالد يقدر يتجاهل هذا الكيان بهذا الحجم. أنت قاعد تتكلم عن فريق المحرق، يعني مع احترامي لجميع الأندية البحرينية، ولكن هو متأسس عام 1928، أي أنه هو أقدم من الاتحاد البحريني لكرة القدم اللي تأسس عام 1958. عرفت، قاعد تتكلم عن أقدم نادي في الخليج ومن بعده نادي الاتحاد السعودي. قاعد تتكلم عن كيان، أوكي، هذا الكيان اليوم إذا ما يكون مع الاتحاد شريك ها تطلع مثل هذه المشكلة. هذا الكيان اليوم لما ما يكون على صلة وعلاقة جيدة ووثيقة بالاتحاد أيضا ما راح أنت تتقدم إلى الأمام. إذا كان الشيخ خالد هدفه اللي هو احتراف اللاعبين، فأنا مع الشيخ خالد في أن اللاعبين عليهم أن يحترفون في الخارج، لأن الاحتراف الخارجي في 2004 الاحتراف الخارجي هو خلى اللاعبين بغي يصدرون كاس العالم. هل البيان الأول دخل في النوايا؟ لا، ما طبيعي، طبيعي. هو شوف إذا بنقرأ البيان يبين لك أن هناك في تراكمات مبني على تراكمات حدثت. احنا ما نبي بعد ايضا اليوم احنا ندخل بنوايا، اكيد احنا هذه شيء ما نبي بعد احنا ندخل، ولكن احنا لنا مشهد كقراءة كامل، مشهد كقراءة كاملة. ما حدث اليوم، احنا انا شخصيا ما كنت اتمنى يكون، كنت اتمنى هل تم المبالغة فيه؟ لا، كان يفترض. ليش احنا اليوم اللي شوف انت اليوم لما تتكلم عن شيء فيه جماهير، وخاصة تتكلم عن جماهير محرق، جماهير عريقة، جماهير عاشقة لناديها، يعني عندهم انتماء. أتمنى كل الأندية يكون عندهم انتماء محرق. ما حد يقدر يزايد على انتماء. تكلم عن أكبر قاعدة جماهيرية. أكبر قاعدة جماهيرية، أكبر انتماء ممكن يحطون في راسهم، بأن دام الشيخ خالد طالع من نادي الرفاع فهو مال الغربي. حتى ما يقولون ليه، ما زالوا لليوم ما يقولون الرفاع، رغم تغير اسمه يقولون الغربي. فأنا شو أقول؟ خلنا نتحدث عن مصلحة عامة، سواء كان نادي المحرق وكيان الكبير أو الاتحاد البحريني لكرة القدم بجميع أعضائه بما فيهم الشيخ خالد، ككون أنه هو الموضوع صار على الشيخ خالد. إذا كان هناك في بعض التحفظات كل واحد على الآخر، ولا في بعض اللون، ممكن الجلوس على طاولة كان يعني أفضل من إحنا مثلا ما نوصل الموضوع بهذه الطريقة، ولا مثلا فيها صدر بيانات ولا صدر ذي. أنا ما أعتقد، أنا كل ثقة برجالات أهل محرق إنهم ناس يعني يمتلكون دماثة الأخلاق. كذلك الحال أن الشيخ خالد من الناس اللي يعتبرون اليوم دمثيل الأخلاق، رجل متابع، رجل يجب الوقوف معه ومساندته اليوم، يجب، لأنه هو شاب وقادم يقدم الأفضل. شيخ خالد لابد بيخطأ، لابد بيكون فيه يعني شيء بحسنية مثلا صدر، لابد ذي إنسان يتعلم. وأنا أتمنى من الشيخ خالد يعني هذه اللي صادها هذه المرة، أنا أعتقد أنه هو أكبر درس قيم حق صناعته كمسؤول حقيقي. أتمنى وكل أمل وهذه رجاء أقدمه حق ربان السفينة معرقيس، معالي الشيخ أحمد بن علي ومجلس بجميع مجلس إدارته، وكذلك الاتحاد البحريني لكرة القدم، احتواء هذا الموضوع وعدم إعطائه أكبر مساحة أكبر. لأن في الأخير أنت قاعد تتكلم عن الاتحاد البحريني لكرة القدم اللي هو الأندية تحت مظلته، وقاعد تتكلم عن نادي لا إرث ولا تاريخ، أكيد، وتاريخ يمشي على قدمين مثل نادي المحرق. وإحنا أكيد ما راح نعطي الموضوع أكبر من حجمه. أنا في النهاية أكيد يعني ممكن يعني أثني مثل ما أثنيته على الشيخ خالد بن سلمان، وأيضا أثني على إدارة نادي المحرق اللي دائما هي حريصة على فريقها وحريصة على أن يكون فريقها دائما في القمة ويحافظ على الألقاب، خصوصا أن فريق المحرق اليوم قايب بطولة الدوري، قايب عنا لموسمين، وأكيد يطمح لتحقيق اللقب. ولكن المسؤولية المشتركة بين الاتحاد والأندية يجب أن تحتوى بعيدا عن الإعلام. الإعلام دائما يضخم، وهذا الشيء اللي إحنا ما حبينا كفريق عمل أن نسويه في حلقة اليوم. يعني حاولنا بحيادية تامة أن نطرح هذا الموضوع، وما نوقف في صف أي أحد. نادي المحرق على العين والرأس، وأيضا خالد بن سلمان على العين والرأس. في النهاية مصلحة الوطن ومصلحة كل من يمثل الوطن هي الأساس، وهي اللي نطمح له من خلال مثل هذه البرامج الحوارية. أنا بنتقل حق آخر فقرة، هي فقرة رسالة من الجماهير للاتحاد اللي استحدثناها في هذه الحلقة. فرق عمل البرنامج استحدث هذه الفكرة الجديدة
وهي عبارة عن رسائل توجهها الجماهير الاتحاد البحريني لكرة القدم على حسب وجهة نظرهم. خلونا نشوف الرسائل اللي وجهت من الجماهير لاتحاد الكرة. طالب الاتحاد يعني إذا تبغى جمهور لازم تحفز الجماهير أولاً، لازم تحفيز، أنت تبغى جمهور لازم تحفزهم بأي شيء. الدوريات الثانية يجون، إحنا نبي بعد الجمهور يزيد. شو تبي يزيد؟ سوي بروموشن، سوي زواج على أساس الجمهور يجي. رسالة الاتحاد أول شيء راعون توقيت المباريات، توقيت المباريات مو بصح، عندنا ملاعب كثيرة. ليش بدات على ملعب واحد نلعب مبارتين؟ عندنا الوطني، عندنا الاستاد الاهلي، نلعب مباراه هنا ونلعب مباراه هناك، شو المانع يعني؟ الوقت متاخر الحين، لو صارت وقت اضافي متى بتخلص المباراه؟ نفس الحين هالمباراه الساعه 8 وشوي، زين على ما احنا نخلص يعني اشغالنا متى بنخلص؟ متى بنشتري حق عيالنا عشاء؟ متى بنشتري؟ يعني جت الساعه 10 العيال تدري عنهم انت، الساعه 8 خلاص راقدين. اتحاد البحرين انا اقول لهم المارشيه بيروح العين يلعب مباريات، والمارشيه يمثل منتخب البحرين مثل ما البحرين لعبوا في الكويت وادوا 4 باصات وطيارات، المفروض يمولون نادي المارشيه بالباصات على الاقل يروحون حق الجماهير. انا عندي عن المنتخب بسرعه بتكلم، خلوا استقرار الجهاز الفني، لازم يكون استقرار، لأن ما يتطور الفريق أو المنتخب بدون استقرار. الحكام في ظلم يعني الصراحة، ظلم الحكام والله يعني مشكلة، كل ضدنا يصيرون هيك خاصة المالشية، يعني المالشية يعني خاصة هي المالشية. والله أتمنى يكون في تطوير أكثر حق الحكام، لجنة الحكام تكون تطور الحكام أكثر. شو يعني الحكام في الدور البحرين شوي ضعيف، فيه بعض المشاكل، يعني احس مثل مباراه المحرق لطافه الحين في بلنتي مو بلنتي مشكوك فيه، يعني احس يا ريت ان يصير انضباط من جهه الحكام. يعني مثل ما تابعنا مشاهدينا، هذه كانت مجموعة من الرسائل التي وجهتها يعني الجماهير، اللي أكيد هي تحضر دائما وتحرص على الحضور لمدرجات دورينا لمؤازرة فراقها. رسائل توصل للمعنيين، احنا أكيد ما راح نعقب على أي رسالة، هي رسالة توصل من القلب إلى القلب مثل ما يقولون، من الجمهور إلى المسؤول أو صاحب الشأن في هذا الموضوع. رسائل كثيرة ذكروها الإخوان المشجعين في هذه الفقرة. أنا وصلت إلى ختام هذه الحلقة، أمور كثيرة ذكرناها في حلقة اليوم، أشكركم على رحابة صدركم، وأكيد إحنا أنا برجع لك، خلنا أشكر محمد، شكرا لك. أنا شكرا. أكيد هدفنا شنو يا عبد الرحمن؟ التطوير. أكيد شكرا لكم أعزائي المشاهدين، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، على اللقاء بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوع في 90، نشوفكم الأسبوع الجاي، إلى ذلك الحين في أمان الله وتصبحون على ألف خير.